الاعترافات بالفشل الأمريكي والغربي في مواجهة القدرات اليمنية تتوالى. الولايات المتحدة تقر من جديد بضعف استخباراتها وصعوبة التعاطي مع اليمن، والدنمارك تعيد فرقاطتها من البحر الأحمر بعد فشل مهماتها. جديد الاعترافات الأمريكية جاء في تصريح قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال أليكسيس غرينكويتش، الذي أكد صعوبة معرفة مدى تآكل الأسلحة في اليمن حد تعبيره بسبب الضربات الأمريكية، وعزى ذلك لغياب التقييم الاستخباراتي المفصل للقدرات في اليمن قبل بدء الهجمات العدوانية، وفي إشارة إلى صعوبة التعاطي مع اليمن الثابت على مواقفه المبدئية، أشار غرينكويتش إلى أن القوات المسلحة مستقلة ومن الصعب التأثير عليها. وعلى الصعيد السياسي، قال مسؤول الملف اليمني في الخارجية الأمريكية تيموثي ليندركينغ إن بلاده تعلم أنه لا حل عسكرياً في أزمة البحر الأحمر، وهذه إشارة أخرى بعدم فاعلية العدوان على اليمن. الفشل الأمريكي ينسحب أيضاً على شركاء واشنطن في حماية سفن العدو الإسرائيلي، ويطيح برئيس الأركان في الدنمارك في أعقاب فشل الجيش الدنماركي في الإبلاغ عن خلل في النظام الصاروخي أثناء هجوم مسيرة يمنية في البحر الأحمر. وكان موقع أولف الدنماركي المتخصص في شؤون الدفاع ذكر أن الفرقاطة الدنماركية عادت من البحر الأحمر إلى البلاد بشكل طارئ بسبب فشل خطير لأنظمة الأسلحة الدفاعية في الفرقاطة، وأضاف أن الأخيرة واجهت في البحر الأحمر عدة مشاكل خطيرة متتالية كتعطل نظام إدارة القتال في الفرقاطة والرادارات المرتبطة بها، مما حال دون إطلاق صواريخ وعرض السفينة والمهمة للخطر. ورغم كل محاولات الغرب وإمكاناته المسخرة لتأمين حركة الملاحة الصهيونية في المسرح البحري، لا تحرز هذه الجهود أي نتائج عملانية، بينما تعاني القطاعات الإسرائيلية، وتقارير العدو الإسرائيلي الأخيرة تفيد بغلاء تكلفة شراء السيارات وغلاء أسعار قطع غيار السيارات في الأراضي المحتلة وندرة توافرها، ما أدى لارتفاع معدل سرقات السيارات بنسبة 35% على أساس سنوي، لدرجة باتت معها شركة التأمين تطالب بتركيب أنظمة تتبع في السيارات في ظل تزايد معدلات السرقة بحسب المواقع الصهيونية المتخصصة.